لازانيا. بالحق غنضيفوا عليها شوية يعني حاجة مغربية أو لمسة مغربية. طيب هنحتاج في اللازانيا بتاعتنا طبعا المكرونة أو المكرونة اللي هي اللي بنستخدمها في اللازانيا، وهنحتاج فيها طماطم. طماطم من غير قشر هنبشرها ناعم جدا، هنسيب فيها البذر بتاعها. جزر هنبشره برضو ناعم. لحمة مفرومة وجبنة. وبالنسبة للتوابل هنحتاج فيها بودرة ثوم، بودرة بصل، فلفل بابريكا أحمر اللي هو التحميرة، مرقة خضار، وكزبرة وبقدونس وزعتر، وهنا شوية توابل مجمعينهم توابل مغربية، حتى عليهم طبعا قرفة، على جنزبيل، على هيل، على قرنفل، على يعني خلطة كده زي ما قلت لكم في حلقة هنعملها للتوابل خاصة بالتوابل لوحدها. طيب وطبعا هنحتاج ملح وفلفل اسود. وبالنسبة للبشاميل اللي هنحطه فيها، هنحط كريمة، هنحتاج فيها كريمة ولبن ودقيق وجوز الطيب، وطبعا ملح وفلفل، اللي عايز فلفل يحط، اللي مش عايز ما يحطش، بس أنا بحط فيها شوية فلفل اسود. وهعملها النهاردة بزيت، هنعمل البشاميل النهاردة بزيت اللي هو زيت نباتي مش زيت زيتون. طيب هاخد دي عشان أنا هي سخنتها. هناخد الزيت اول حاجه، اول خطوه هنعملها نحط اللحمه بتاعتنا تتعصج او تشحر، نشحر اللحمه بتاعتنا. طيب هنرمي فيها البصل، نحط البصل بتاعي. طيب اول ما نحط البصل هاخد التوابل بتاعتي كلها، هرمي عليه اللحمة المفرومة، مش هستناه يتشوح، يعني مش هستناه يتشوح مني، يدوب أقلبه تقليبة بسيطة. وهننزل اللحمة المفرومة اللي عندي. طيب احنا هنا اول ما بنحط البصل نبتدي نقلب في اللحمة، هنحط عليها التوابل بتاعتنا. هناخد الكزبرة والبقدونس، لازم تجربوا اللازانيا بالطريقة دي، بتبقى طعمها بصراحة هايل هايل هايل. طيب هناخد هنا بودرة الثوم وبودرة البصل. ممكن المكعب بتاع المرقة ممكن تحطوه مع أي حاجة أنتوا عايزين، يعني سواء البشاميل أو ده، بس دايما خدوا بالكم أنه إحنا حاطين الخلطة كلها بتبقى في صينية واحدة أو في مون واحدة، فهنعمل حسابنا للملح ما يبقاش كتير قوي. طيب هنخلطها، أنا هرمي هنا مش هرمي في البشاميل بصراحة، مش هرمي فيها المكعب، هرميها هنا. أنا حاطة هنا اتنين، طبعا المقادير بالظبط زي ما بقول لكم على طول، هنلاقي المقادير بالظبط محطوطة عندنا على الشاشة. طيب هقلبها على النار تقليبة بسيطة، وهنضيف عليها التوابل بتاعتنا. عايز اقول لكم فيها كزبره ناشفه، فيها فلفل اسود، فيها حبه الهيل، فيها القرنفل، يعني فيها حاجات كتيره قوي توابل متجمعه، فيها جوز الطيب، فيها بسيبيسة، يعني فيها حاجات كتير جدا، وبتدي نكهه للحمه. هي التوابل دي مخصوص للحمه او اللحمه المفرومه او الصواني اللي احنا بنحطها. طيب هناخد الجزر بتاعنا، هناخد جزر مبشور، مبشور ناعم خالص، هحط، مش هحط طبعا كل الكمية دي، بس هاخد شوية كمان، انه الجزر بيديها تحس انها مسكرة شوية كده. اوكي ونقلب نفس الموضوع، نقلبها تقليبة برضو بسيطة. ونقوم واخدين الطماطم، نحط الطماطم عليها، ما بنزودش صلصة خالص، بس هزود، يعني شايفين الطماطم قد ايه، هزود عليها نص الكمية مية، مية ساقعة بقى مية سخنة ما تفرقش، لانه كده كده انا هستناها تتسبك على مهلها، فهتاخد راحتها في التسبيكة. طيب اخليها تتسبك بقى، اول ما تبتدي تغلي معايا هاخد ايه، هاخد
الزعتر، الزعتر الزعتر بيبقى فريش، بيديها نكهة رائعة بصراحة، بيديها نكهة حلوة جدا. هنا أنا المفروض هتقولوا لي المفروض في ناس بتسلق المكرونة بتاعت اللازانيا أو المكرونة بتاعت اللازانيا بتسلقها نص سلقة أو ربع سلقة على حسب. المكرونة النوعية دي عندي رفيعة جدا فمش هينفع أسلقها، فهحطها، فهسيب أنا هنا شوية صوص زيادة هحطها عليها وهتستوي على طول معايا في الفرن. زي ما انتوا شايفين بيبقى شكلها كده. طبعا انا هسيبها عشان تنشف مني شويه. هنروح للبشاميل. طيب البشاميل في اللي بيحب يعملها بالزبده، وفي اللي بيحب يعملها بالسمنه، وفي اللي بيحب يعملها بالزيت. انا النهارده هعملها بالزيت عشان تبقى خفيفه. هناخد زيت عاديه هنحطها الاول تسخن مكان الزبده وهنستعملها عادي، بس افضي. طيب خدنا الزيت بتاعنا، هناخد دقيق وهنحركه. هتلاقيه نحركه لحد ما ايه يبقى معانا ناشف. يعني بصوا بيبقى بالشكل ده. انا عايزاه يبقى ناشف، انا مش عايزاه يبقى طري، وما تخافيش انه هو مش هيكلكع خالص. طيب هناخد الكريمة بتاعتنا. الكريمة هحط اول حاجة بحطها انا هنا هي الكريمة. واحنا بنحط الكريمة بنقعد نحرك. سوري. هتبتدي تتقل معانا، هتبقى زي البوريه برضو مع الكريمة. هسيبه على النار مفيش دقيقة من غير ما احركه ولا اي حاجة. بس انا هحط فلفل عادي. هنا هحط زي ما قلنا ناخد بالنا عشان الملح ما نكترش. هنا في مكعبين مرقة، هناخد الفلفل. بس اهم حاجة الفلفل الاسود ما تكتريش خالص عشان ما تغمقيش لون البشاميل او لون صلصة البشاميل. جوز الطيب، جوز الطيب من اهم الحاجات في البشاميل طبعا، بتديها نكهة رائعة يعني بصراحة، بتديها نكهة قوية جدا. ونخليها تغلي غلوة بسيطة. طيب وهي بتغلي الغلوة البسيطة هناخد الزعتر الفريش بتاعنا، وعكس الاتجاه بتاع النبتة ولا الوردة اللي بتبقى طالعة في اللي هي الوردة دي، بناخدها بعكس الاتجاه وننزلها هنا. طيب عندي البشاميل واللحمه بتاعتي والمكرونه. بناخد اول راق او اول حاجه بنعملها، باخد شويه بشاميل واقوم حطاها بسيط كده، ونرصها، نرص المكرونه بتاعتنا. طيب هنا انا عشان مش سلقاها فبنحط عليها اللحمه المفرومه عشان تنزل لي الصوص بتاعها، وبعد كده هحط عليها البشاميل. طيب انا عايزه افرقها فهيسويها لكم عادي، مش مهم انكم تسلقوها، ده في حاله لو هي الورقه رفيعه. عايزه اقول لكم بالطريقه دي اللازانيا بتبقى حلوه جدا، بيبقى طعمها حلو، بتخش الفرن تاخد لها تقريبا في حدود، يعني هي اللحمه بتاعتنا مستويه بنستنى بس تاخد لها نص ساعه كمان في الفرن، وبتبقى حلوة. أول ما يبقى لون الجبنة من فوق اللي احنا هنحطه دلوقتي يبقى تحسوه أحمر، خلاص يبقى كده اللازانيا بتاعتنا جاهزة بالشكل. زي ما قلت لكم انتوا اللي انتوا تحبوه، لو حابين تحطوا طبقات كتيرة قوي حطوها، وناخد ولو حابين تدخلوا طبقة جبنة تدخلوها معاها برضو بتبقى حلوة جدا، بيبقى طعمها جميل بصراحة. ونحط التشيز بتاعتنا، فرقها بالشكل ده، بتبقى عندنا اللازانيا جاهزة. يعني ما فيش حاجة غير اننا ندخلها نص ساعة الفرن ونخرجها.